الست في التوقيت ده هي مبني عليها ام متهم؟ الست عليها مسؤوليه كبيره جدا في قضيه التحرش، ولكن مش عشان لبسها، علشان احنا زي ما قلنا انها هي نص المجتمع اللي ربى النص التاني، ففي خلل في تربيه النص التاني من المجتمع اللي خلاه يبقى مجتمع متحرش. مصر واخده المرتبه الثالثه في التحرش، بس لما نيجي نقيم مشكله لازم نشوف نفسنا. هو بيحسبوها على العدد بقى ان احنا عندنا 100 مليون والبلد الثانيه، ولا بيحسبوها بصفه عامه ولا ازاي؟ لا، نسبه التناسب طبعا ما بين ما بين يعني ما بين كل بلد وما بين نسبه سكانها. نسبه سكان يعني انا اعتقد في رايي انا الشخصي ان 100% من ستات مصر تم التحرش بيهم على الاقل لفظيا او بصريا. ما هي النظره دي تحرش واللفظ تحرش، فيعني احنا لو جينا حسبناها كده هنلاقي ان تقريبا 100% من ستات مصر. طب ده ليه؟ يعني شايفاه الظاهره دي ليه منتشره عندنا في مصر بصفه كبيره؟ ومش هنقول بقى تاخر الزواج لدى الشباب والظروف الاقتصاديه والكلام اللي الناس كلها بتتكلم فيه. هل المراه ليها دور؟ بصراحه انا قاعد عنك الصراحه، هل ليها دور من طريقه اللبس من الكلام اللي ممكن يعني في ناس كتير جدا تقول لك لو في ثلاثه ماشيين في الشارع واحده ما اتعكستش هي اللي بتلف بتشتم الشخص لانها ما اتعكست. فهل بالفعل بيبقى لها دور الموضوع ده، ولا بالفعل هي غريزه موجوده داخل الراجل؟ انت عارف التحرش بالذات يعني انا اعتقد هو راجع الى ايه؟ راجع الى ثقافه التدخل في شؤون الاخرين اكتر من انها تكون ثقافه دينيه او ثقافه هي لابسه، لان المنتقبه بتتعكس، المحجبه بتتعكس، يعني اللبس طلع ملوش علاقه خالص بقصه التحرش. والازهر طلع بيان محترم جدا 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 لما شيخ الازهر طلع قال لك ان لبس المراه ومظهرها هو مش دعوه ولا يعني قرينه ضدها ان انت تتحرش بيها، ويعني اللي واخد ده قرينه ضد المراه او الدين بيقول لك لا ده هو قرينه ولا هو بالتجربه. المحجبه بتتعكس، المنقبه بتتعكس، اللي بشعرها بتتعكس، يبقى اذا انت هنا عندك ايه؟ عندك حاجه في الثقافه اسمها ثقافه عدم تدخل في شؤون الاخرين. اللي انا قلت لك عليه في الاول الست عندها مسؤوليه؟ عندها مسؤوليه، ما في خلل في التربيه. ان انا لما الاقي ابني قاعد او بنتي قاعده بتتكلم عن صحابها او عن حاجه ما تخصهاش اقول لها مالكيش دعوه. ما تتدخليش في شؤون غيرك، ما راقب الناس ما تهمن، خلينا في حالنا، ربنا يهديهم. اعمل نفسي اربي ولادي على سياسه ان انا ما اخدش بالي من غيري، يعني انا ممكن اقف اتكلم مع حد ما اخدش بالي في النهايه هو بشعره ولا